سيداتي وسادتي، ويظهر الآن على المسرح معكم دلوقتي فنانتان مجد الخطيب وصفاء أبو سعود لتقديم الفنان عبد الحليم. الحلاوات دي طبعا مركز هي محافظة الشرقية، وهو أول واحد دعا لإنشاء الجامعة هنا. والحقيقة هو مش مؤمن بإنشاء الجامعة في محافظة الشرقية بس، هو مؤمن بيها في كل المحافظات. والمطرب اللي هنقدمه لكم دلوقتي اسمه الحقيقي عبد الحليم علي إسماعيل شبانة. موعدكم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بسماها وبدربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبدربها احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع احلف بالمتنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع احلف بالمتنى وبالمدفع. I'm gonna make it.